تواصل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شؤون الانتخابات بتجهيز الصناديق الخاصة بيوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2023 والتي سيدلي الناخبون بأصواتهم فيها. وستقوم وزارة الداخلية بعد الانتهاء من تجهيز جميع صناديق الاقتراع وبالتعاون مع وزارة العدل بتوزيع هذه الصناديق على كل اللجان الانتخابية ومنها اللجان الأصلية والفرعية التي سيتم الاقتراع فيها. ولمزيد من التفاصيل ننتقل إلى إدارة شؤون الانتخابات مع الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت ليطلعنا على آخر المستجدات. نواف، يعني ونحن على أبواب انتخابات مجلس الأمة 2023، كيف هي الاستعدادات والإجراءات وكل ما يتعلق بتفاصيل يوم السادس من الشهر الجاري؟ مساء الخير فاطمة، ومساء الخير لكل مشاهدينا اللي عبر نشرة الأخبار في تلفزيون دولة الكويت. كما تفضلتي فاطمة، نحن الآن متواجدون في إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية في منطقة الشويخ السكنية. فاطمة، مثل ما تفضلتي ونحن يعني على قرب أيام قليلة ويوم العرس الديمقراطي يوم الثلاثاء المقبل وانتخابات مجلس الأمة 2023، حقيقة يعني الجهات المعنية في الإشراف والتنظيم والتجهيز لهذه الانتخابات تقوم بعمل على قدم وساق من خلال التجهيز والتحضيرات، كل حسب يعني اختصاصه. ولكن نتكلم على إدارة شؤون الانتخابات. حقيقة هذه الإدارة التي كثير ما نتكلم عنها، ولكن هناك الجهود التي تبذل ساعات متواصلة يوميا من أجل تجهيز كل ما هو متطلب ليوم الاقتراع. وكما تشاهدون يعني فاطمة والمشاهدين الكرام، نحن الآن في غرفة تجهيز صناديق الاقتراع في إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، وعملية تجهيز هذه الصناديق حسب كل لجنة، سواء كانت هذه اللجنة الأصلية أو لجنة فرعية في اللجان الانتخابية في محافظات الكويت الست. يعني عمل دؤوب حقيقة يقومون فيه موظفي إدارة شؤون الانتخابات وجهود يشكرون عليها. ولكن حتى نعطي للمشاهد الكريم صورة أقرب حول تفاصيل وما استجد من تجهيز لصناديق الاقتراع ليوم انتخابات مجلس الأمة 2023 يوم الثلاثاء المقبل، يسعدنا يكون معنا الآن النقيب حقوقي حسن الصراف من إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية. نقيب حسن، شكر لك على تلبية هذه الدعوة. كل الشكر على جميع العاملين من المدنيين والعسكريين على هذه الحقيقة الجهود التي تبذل من أجل تجهيز صناديق الاقتراع. يا ليت تطلع السادة المشاهدين الكرام حول ما يستجد وكيف تسير العملية حتى هذه اللحظة من تجهيز صناديق الاقتراع. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب فيك وأرحب بالسادة المشاهدين في إدارة شؤون الانتخابات. طبعا كما تشاهدون في الخلف جاري تجهيز الصناديق ليوم العرس الديمقراطي، بحيث أن يتم توفير جميع المستلزمات والاحتياجات داخل الصناديق. طبعا يتوفر داخل الصناديق القرطاسية الكاملة وأوراق التصويت وكشف بأسماء الناخبين، ويوجد طبعا قانون الانتخاب، ويوجد رقم إدارة شؤون الانتخابات لا سمح الله إذا حدث أي طارئ، يستطيع الإخوان في وزارة العدل التواصل مع إدارة شؤون الانتخابات في هذا اليوم. نقيب حسن، بالنسبة لعملية نقل الصناديق، متى تتم العملية وكيف تسير العملية وما هي الجهات التي تتعاون معكم في عملية نقل الصناديق من إدارة شؤون الانتخابات إلى اللجان الانتخابية في جميع محافظات الدولة؟ طبعا يتم التنسيق مع الإخوان في وزارة العدل بتجهيز الصناديق واستلام الصناديق قبل موعد فتح باب الاقتراع بمدة كافية، بحيث أن إخواننا في وزارة العدل يقومون بالاستعداد لكل حسب اللجنة الخاص به. طيب نقيب حسن، كلمة توجهها إلى الناخبين والناخبات، إلى مناديب المرشحين، الجهات المعنية في تواجدهم في كل مدرسة أو كل لجنة انتخابية. طبعا أحب أقول أن حق الناخبين والناخبات وإخواننا المرشحين والمرشحات اللي عندهم وكلاء ومناديب التعاون التام مع رجال وزارة الداخلية الموجودين خارج المدارس وداخل المدارس، وذلك بهدف الراحة للجميع. طبعا إخواننا في وزارة الداخلية في بعض المدارس حاطين حواجز برا المدرسة، وفي عندنا الإخوان المتطوعين موجودين داخل المدرسة بحيث أن يقومون في مساعدة أي واحد حاب المساعدة. سؤال أخير نقيب حسن، هل من كلمة تحب توجهها؟
طبعا أحب أشكر الوزارات والهيئات واللي ساعدتنا في القيام بهذا العمل الدؤوب، وخص بالذكر وزارة الإعلام، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة العدل، وأخص بالشكر صراحة إدارة شؤون الانتخابات على المجهود الجبار التي تقوم فيه من بداية صدور المرسوم بدعوة الناخبين إلى ما بعد يوم الاقتراع. أقول لهم طبعا إخواني أعضاء قوة الشرطة والمدنيين، أقول لهم يعطيكم ألف عافية، كفيتوا ووفيتوا وما قصرتوا. نقيب حسن صراف، كل الشكر لك على هذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في يوم الاقتراع. كل الشكر لك فاطمة. يمكن استمعنا إلى النقيب حقوقي حسن الصراف من إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية حول يعني سير العملية في الإدارة من خلال تجهيز صناديق الاقتراع ليوم العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس الأمة 2023 يوم الثلاثاء المقبل، ونتمنى يعني التوفيق للجميع المشاركين، ونتمنى أن يكون هذا اليوم يوم يعني يكون مميز، ويوم نحتفل فيه بأن يكون هناك تعزيز لمفهوم الديمقراطية لدى دولة الكويت. نعم، ما بالفعل نواف، نتمنى ذلك، وكل الشكر والتقدير لإدارة شؤون الانتخابات ولجميع الجهات التي شاركت على وأشرفت على هذه الانتخابات. كان معنا نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك.